انا طبعا مبسوط جدا ان انا مع النادي الاهلي، زي ما انت قلت النادي الاهلي هو بيتي. دخلت هنا عن 8 سنين ودلوقتي الحمد لله رجعت، ومبسوط جدا ان انا موجود هنا وسط الفريق الرجال. امبارح لما كنت اتمرن حسيت ان الناس كلها مبسوطه، وانا كمان مبسوط ان انا معاهم في الحمد لله طاقه حلوه. ان شاء الله بنجهز للانديه العربيه، فعندنا ايام قليله ان شاء الله عشان نروح اجيب فورمه كبيره. بس انا عايز اقول برضه ان الاهلي طول عمره بيطلع ابطال، يعني انا مش اول واحد خالص، كان طول عمر النادي الاهلي بيطلع ابطال. دكتور مشرف طبعا دلوقتي طبعا موجود حد معانا حي هنا، كابتن اشرف صبحي، كابتن سيد لاشين موجود هنا، كابتن اشرف فتاح. فاقصد ان انا يعني انا بس يعني ايه جيت تابعت اللي كان ورايا مش اكتر. وان شاء الله عندنا ناس تانية، عندنا هنا جوده، عندنا ناس كتيره، ممكن خالد عصر موجود، محمد البيلي، يعني مش عايز انسى حد، بس الفريق مليان بالنجوم. وانا يعني بحاول بس ان انا اتابع، ويجي معايا حد تاني يعمل احسن مني، ويجي حد تالت يعمل احسن واحسن. هو ده النادي الاهلي دايما بيطلعه، بيطلع ابطال يخلصوا ويجي واحد وراهم يكمل. يعني